بصمت ومن دون أن ينتبه أحد. تقسيم السودان مرة أخرى يطبخ على نار مشتعلة، وبدل السودانين صدر ثلاثة وربما أكثر. حركات دارفور تمردت على حميتي، والجيش السوداني يقف عاجزا. ملايين السودانيين تهجروا، وملايين موعودون بالجوع والكوليرا. وهنا قصة المأساة التي ضاعت بين المآسي. ربما سرقت مأساة الفلسطينيين الأنظار من على السودان، الذي كان حتى قبيل الحرب الإسرائيلية على غزة يعيش أوضاعاً مأساوية أوصلت البلاد إلى الحضيض. على وقع الحرب الأهلية التي كانت قد اندلعت أعقاب الخلاف بين قوات الدعم السريع التي يقودها الجنرال الملقب بحميدتي والجيش السوداني الذي يتزعمه عبد الفتاح البرهان. وكتذكير سريع بما جرى، فعقب الاحتراب الذي جرى بين الفريقين استقر السودان على حالة حرب وعلى مناطق نفوذ لكل طرف، الدعم السريع في الغرب والجيش في الشرق، ومعارك محتدمة في الخرطوم. والحرب حتى ذلك التوقيت كانت سجالا، طرف يتقدم وآخر يعاود التقدم. وفي حين ظهرت للواجهة حركات كانت تسمى بالانفصالية فيما سبق، لكن هذه تحولت إلى ما يشبه رمانة القبان كما يقال، أي أن موقفها كان حاسما في من ستؤيد. وعلى هذا كانت آخر الأخبار قبل أن تندلع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي لبشاعتها خطفت كل الأنظار في العالم. لكن ما أصبح يجري في السودان لن يقل بشاعة، حيث بدأت أخبار تخرج بين الأخبار بأن ما يشبه التطهير العرقي بات يرتكب في السودان، حيث يريد كل طرف أن يخرج مؤيدي الطرف الآخر من مناطقه. وعلى هذا نشرت صحيفة التلغراف البريطانية ما يشبه إعلان موت بطيء للسودان، وقالت بالحرف إن السودان في طريقه نحو ما أسمته الشر المطلق، وهذا الشر هو جنون الحرب والجوع والمرض والتهجير والتقسيم. وجنون الحرب يعني أن كل طرف بدأ يجد فرصة للإجهاز على الطرف الآخر، والعالم منشغل بما هو منشغل فيه. وهذا ما فاقم المعاناة وأوصل السودانيين إلى مراحل حرجة، فأكثر من 6 ملايين مهجر وفق آخر الإحصاءات، و3 ملايين سوداني سيصابون بالكوليرا القاتلة، وملايين آخرون سيفتك بهم الجوع. واللافت أن هؤلاء غالبيتهم في مناطق الجيش السوداني الذي يقف عاجزاً أمام المأساة الكبرى. لكن هذا لا يعني أن مناطق قوات الدعم لا تخلو هي الأخرى من كوارث أكبر، حيث ما يجري هناك هي حرب أهلية أخرى ضمن الحرب الأهلية المشتعلة أصلاً، خاصة مع إعلان 3 حركات كبرى في دارفور التمرد على حميدتي، وهي حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وتجمع قوى تحرير السودان، والتحالف السوداني. وهذه قالت إنها ستقف بالمنتصف الآن وعلى الحياد، لكنها لن تسمح بتقسيم البلاد. وهنا السؤال، هل السودان إلى التقسيم؟ الحقيقة أنه ضمن المعطيات الحالية لن يحول بين السودان والتقسيم أي حائل. وقبل أن نشرح لماذا، دعونا نستعرض خارطة سيطرة كل طرف على الأرض، والبداية من خارطة السودان هذه التي تنقسم إلى 18 ولاية. 8 ولايات منها تعتبر ولايات آمنة نسبياً، وهي تحت سيطرة الجيش السوداني، وهي الولاية الشمالية، وولاية البحر الأحمر، وكسلة، والقضارف، وسنار، ونهر النيل، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض. وإلى هذه الولايات نزح غالبية السودانيين. وبالمقابل فإن قوات الدعم السريع حاضرة بقوة في كل من ولايات الوسط التابعة لكردفان، وهي 3 ولايات، شمال كردفان وجنوب كردفان
وغرب كردفان، وكذلك الأمر في ولايات دارفور الخمس، وهي شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور وشرق دارفور ووسط دارفور. وتبقى الخرطوم التي تشهد حربا طاحنة بين الطرفين بحكم أنها عاصمة البلاد وتضم معظم مؤسساته ومنشآته الحيوية. ويمكن القول بالإجمال أن شرق وشمال السودان الحالي هم مع الجيش، في حين الغرب والجنوب مع الدعم السريع. هذا في حال استثنينا أمر الحركات الدارفورية التي ذكرناها وقلنا إنها أعلنت موقفها بالحياد. لكن إذا استمر الأمر بما هو عليه، فغالباً سيولد سودانين جديدين أو ربما أكثر، وهما سودان شرقي يحكمه الجيش الذي يقوده الجنرال عبد الفتاح البرهان، وسودان غربي تحت سيطرة قوات الدعم السريع التي يقودها الجنرال محمد حمدان داجلو المعروف باسم حميدتي. وما بين هذين يمكن أن ينبثق سودان آخر بطرف دارفور، تجتمع به الحركات التي كانت سابقا متمردة على الدولة والآن تقول إنها لا تريد التقسيم. كما يمكن للخرطوم أن تتحول إلى برلين جديدة، أي خرطوم شرقية وأخرى غربية. ومع هذا السيناريو الذي سمته التلغراف شرا مطلقا، وليس لكون الصحيفة البريطانية تخاف على السودان من الانهيار، وإنما لكون الأمر يمثل فرصة لتنامي الحركات التي يسميها الغرب متطرفة وإرهابية، وهذا تحديدا ما بات مصدر قلق للجميع. فهذا شبيه بما جرى في الصومال تسعينيات القرن الماضي، حرب أهلية أسفرت عن صومالين، أحدهما تنامت به حركات توالي القاعدة كحركة الشباب المجاهدين، وهذا كان مدعاة لتدخل الأمريكيين وتدخل العالم أجمع وانهيار البلاد. هذا فضلا عن مجاعات وأوبئة وغياب أي مظهر من مظاهر الدولة. لذا وفق السيناريو الذي يسير به السودان الآن، فإن مصيره شبه محسوم إلا إذا، وهنا ربما يكون آخر أمل للسودانيين، إلا إذا قرر طرف الحرب أو أطرافه تحكيم العقل والضمير، وهذا لا بوادر له حتى الآن. لكن ما له بوادر قد تعطي بعض الأمل هي التحركات الدولية، سيما المصرية والسعودية. فمصر لها حدود شاسعة مع السودان، وحتما ستكون أكبر المتضررين لو انزلق السودان للأسوأ. كذلك السعودية لا يفصل بينها وبين السودان سوى البحر، وستطالها رياح التأثير لا شك لو عصف التغيير بالسودان. وعلى هذا يبقى بصيص الأمل هذا ما يتعلق به الجميع قبل أن ينحدر كل شيء للأسوأ، وهذا أيضا ما يخشاه الجميع.